تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلسله اكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. عشان هيك بدعوكم دائما تشتركوا فيها. بنتوقف اليوم ونختم سلسلتنا مع مانشستر سيتي، الفريق اللي استطاع في سنوات قليله في العصر الحديث تحقيق نجاحات كبيره خلتنا نقارنه مع فرق كانت في الواجهه لسنوات طويله اكثر منه. مانشستر سيتي بحمل مثل غيره في جعبته بعض الخسائر الكبرى اللي بتمنى لو يرجع للخلف بقوته الحالية عشان يمحوها، لكن منعرف الماضي ما بينمحي، ومن هذا الماضي أكبر خسارة في تاريخ المان سيتي أمام إيفرتون عام 1906 في الدرجة الأولى واللي كانت 9-1 وفارق 8. خسر في مان سيتي أكثر من مرة، 8-0 مع بورتون 1894 ومع وولفرهامبتون 1933. أما بخصوص أوروبا ومشاركاته في أوروبا، فأكبر خسارة تعرض لها مانشستر سيتي كانت أمام برشلونة عام 2016 في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخسر 4-0. ويجب الانتباه إنه هاي السجلات اللي أنا سردتها لأكبر خسائر مان سيتي تتحدث عن النادي الإنجليزي المؤسس عام 1894، من دون ذكر لسجله السابق لما كان مؤسسة أخرى تماماً اسمها أردويك واستمرت قبل ذلك لمدة 7 سنوات.